السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو عن شفرة فيجينير أو فيجينير سايفر. فكرتك الآتي هي تبديل الحروف. أول حاجة نتعرف على الجدول المستخدم في التشفير. ده الجدول المستخدم في التشفير، عندكم منه نسخة في الكتاب لكن ما صحيحة، خاطئة. دي هي النسخة الصحيحة. طيب أنا أحاول عشان تقدروا تشوفوها بشكل واضح، إذا واحد عايز يثبت الفيديو عشان يستخدمه. للأسف أنا مرسل صورة للجدول ده في الواتساب في الجروب، هو نفسه على كل. طبعا دي حروف النص الصريح ودي حروف المفتاح، هنجي نعرف هنستخدمها كيف. مثال، بمثال قال لي المفتاح هو كلمة اللي هي deceptive، وقال لي النص الصريح هو we are discovered save yourself. ده المثال الموجود عندكم في الكتاب، اكتشف أمرنا فأنقذ نفسك. بعمل كالآتي، بمسك المفتاح، ملاحظ ان المفتاح اكثر من البلين تكست او من النص الصريح. هاخد النص الصريح في جدول كل حروفه، والمفتاح هقوم ارصه فوق كل حرف منه، يعني ده المفتاح، وهكرره لحد بقدر طول النص الصريح. يعني هسه النص الصريح بتاعي بيبدا في W بينتهي في F، تقريبا دي 26 حرف، والمفتاح بتاعي كله ما تعمل له 8 حروف تقريبا. بكرر المفتاح ده 26 لحد ما يتم 26 حرف، يعني هكتبه هو ذاته ديسبتيف، انتهى. هعيده تاني ديسبتيف، اعيد مرة ثالثة، ممتاز. كده بيجي كل حرف من المفتاح قصاده هنا حرف من النص الصريح قصاد بعض، ممتاز. ده المفتاح وده النص الصريح. بمسك المفتاح والنص الصريح، عندي الدي والدبليو، واحدة من المفتاح وواحدة من النص الصريح. بشوف الجدول، الدي والدبليو، المفتاح دي ودبليو ده النص الصريح، هي دي. بشوفهم بيتقاطعوا وين، يعني اشوف الدي دي بتتقاطع مع الدبليو في شنو، فيها حرف هلقى انه زد، هقوم اكتب هنا زد. بشوف الاي والاي بتقاطع وين، الاي من المفتاح والاي من النص الصريح، وين الاي؟ ايوه دي هي الاي، بتتقاطع مع الاي من النص من المفتاح في الاي، هقوم اكتب هنا اي. السي من المفتاح بتتقاطع مع مين؟ السي والاي، السي هتتقاطع مع الاي في السي، اذا سي اي هتديني سي. الاي بتتقاطع مع الار، الاي من المفتاح تتقاطع مع الار من النص الصريح في الفي، اذا هنا هكتب هيكون V. البي مع الاي، البي من المفتاح هنا تتقاطع مع مين؟ مع الاي من النص الصريح. اشوف الاي هنا ده من النص الصريح بتتقاطع وين مع المفتاح في البي؟ هنا هلقاها تي، هاجي اكتب تي، وهكذا مع كل باقي عناصر النص الصريح بنفس الطريقة. الطريقة قد تكون شوية مرهقة في البحث، واحتمال انت ما يكون متوفر عندك الجدول في اللحظة، ممكن برضو الواحد يغلط، يعني الجدول كبير جدا، الواحد ممكن عينه تزوغ من صف يخش في صف تاني،
ففي طريقة تانية، الطريقة دي أسهل من ديك بكتير. تتذكروا الجدول اللي اشتغلنا به قبل كده، الأحرف من A to Z مرقمة من 0 إلى 25. كل اللي بعمله كالآتي، بمسك المفتاح وحرف النص الصريح بجمعهم وشوف مود 26. مثال زي مثالنا الفوق ده، قال إنه الدي والدبليو، أشوف الدي، الدي بثلاثة والدبليو ب22. ممتاز، 3 زائد 22 ب25، مود 26 هيساوي 25. شوف 25 في الجدول شنو؟ زد. إذن بقت زد، وهو مش نفس الطريقة دي، أسهل بكثير وأسرع الحساب. أما مسألة فك التشفير عكسها تماما، هتاخد النص الصريح، النص المشفر قال زد، والمفتاح بنفس الطريقة، المفتاح أنا عارفه، هقوم هتعامل معاها بنفس الطريقة، همسك المفتاح وأرصه زي ما عملت الديسيفتيف هناك، هكرره على طول النص المشفر وهعمل نفس الطريقة. دي مسألة بسيطة جدا جدا، ما تخلوا الجدول الكبير ده يخلعكم.